مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار يوتيوبرز، نبدأها بأبرز العناوين. سنتين تجمع فريق جوت. ما علاقة أغنية وسام تيكت بحبيبته السابقة؟ عودة محمود العيساوي القوية. أغنية محمد خالد الجديدة. عناوين أغاني دايلر المقبلة. يوتيوبر يبني مسجد بمناسبة 5 مليون. سبب حذف أغنية رغدة الجديدة. معروف عن فريق جوت حب العمل والمثابرة وتقديم المحتوى اللائق والقيم، فمع بعض قدروا يجمعوا أكثر من 1 مليون متابع خلال 2 سنتين من إطلاق القناة اللي جمعتهم على يوتيوب. فقبل أيام كانت السنوية الثانية من انطلاق القناة. من بعض حماس وانتظار كتير كبير من طرف متابعين وسام تيكت، أخيرا شارك وسام فيديو كليب أغنيته الجديدة اللي كانت بعنوان مكاني بنهار. اللي حقق أكثر من 700 ألف مشاهدة إلى الآن. ولاحظنا أن الأغنية بأكملها من كلمات إلى إيقاع إلى فيديو كليب كانت حزينة جدا وحركت مشاعر كل المتابعين بشدة، خاصة عنوان الأغنية. واللي خلاهم يرجعوا يتذكروا أغنية وسام قبل 2 سنين اللي كانت بعنوان تتزوجيني، اللي أعلن فيها وسام أنه كان مرتبط ببنت ما حدا كان بيعرف عنها شيء من قبل، وكانوا على وشك الزواج ولكن ما تم الزواج وسافرت ورحلت عنه. رغم أنه موضوع الأغنية كان بعيد جدا عن هذا الموضوع، فكان يحكي عن الخيانة، الغدر والصداقة. آخر فيديو على قناة محمود العيساوي كان قبل شهر بعنوان أمي سألتني أسئلة محرجة لأول مرة، ليغيب كل هالمدة من منصة اليوتيوب. فبعد انتظار طويل شارك محمود صورة على انستغرام وأعلن فيها عن عودته للسوشيال ميديا رسميا، وكتب إلي أكثر من شهر مو ناشر شي بس راجعين وبقوة. من بعد ما تخطى اليوتيوبر حسن سليمان والمعروف بأبو فلا 5 مليون مشترك على قناته على يوتيوب، نزل فيديو على قناته للاحتفال بهذا الرقم وتحديدا لبناء مسجد بمساعدة متابعينه، وطلب منهم التبرع بمبلغ اللي بيقدروا عليه. والمفاجأة كانت أنه تمكن من جمع المبلغ المحدد خلال 4 ساعات فقط، أما الفيديو فحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال يوم واحد فقط من تنزيله على يوتيوب، وتصدر ترند بعدة دول عربية. من بعد انتظار طويل جدا أخيرا وصل اليوم اللي تنزل فيه أغنية محمد خالد بعنوان ارزع، بعد ما شارك متابعينه مجموعة من الصور والفيديوهات الترويجية للفيديو كليب. شاركنا معكم في الفيديو السابق معلومات حصرية عن عودة دايلر المقبلة بتقرير خاص، وأجبنا من خلاله عن عدة أسئلة ببالكم، من بينها نوع الأغنية المقبلة، موعد نزولها، كيف رح تكون عودة دايلر، وأسئلة أخرى. فمن بين عناوين أغاني دايلر المقبلة حتكون أغنية فاضي اللي حكينا عنها سابقا، أغنية طريق كفاح، وأغنية اتركني اللي رح تكون عبارة عن ديو مع شخص تاني. أغنية رغدة الأخيرة اللي كانت بعنوان جيش رغدة حققت نجاح كتير كبير ونسب عالية جدا من المشاهدات، ولكن صدمت رغدة من تلقيها إبلاغ عن حقوق ملكية الأغنية من مغنية مغربية، مما أدى إلى حذف الأغنية من على يوتيوب.
فأثناء عملية الإبلاغ على الأغنية نشرت المغنية المغربية هاي الستوريهات اللي شافها البعض مستفزة وما إلها داعي، فبدأت تساؤلات الناس عن الأغنية وعن رغدة. لتطلع رغدة نشر هذا الستوري على انستغرام لتطمن متابعينها عليها وعلى الأغنية، والصادم بالموضوع أنه رغدة ما جابت سيرة المغنية واكتفت بقول أنه الأغنية عم تاخد استراحة بسبب عدد المشاهدات الكبيرة اللي تلقتها، كرد غير مباشر على المغنية المغربية. وهون كون وصلنا لنهاية نشرة اليوم، إن شاء الله تكون الأخبار عجبتكم. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل الأكثر، وتشتركوا كمان بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. شكراً.